اليوم عندنا موعد شهري لفحص الوزن بالإضافة إلى كتلة العضل. شو أنجزنا خلال الشهرين الماضيات؟ طبعا في شهر فشقناه، بس هذا الشهر لازم نعرف شو عنا وشو الوضع. فخليكم معنا، هني رايح عند دكتور يزن عشان نشوف آخر التطورات اللي وصلنا لها في موضوع الوزن. صرنا 86 يوم من أول ما بلشنا أنا ومحمد، وصحيح في اليوم مفاجأة وتحدي أخو شيلين. خليكم معنا عشان تعرفوا شو هو. خمسة باوند دهون، وانت قديش خسرت؟ اتوقع يعني خسرت أربعة من هاي. أربعة وين هيك؟ واو، شوفوا كيف كمية الدهون، حجمها كبير. خلينا نشوف الدكتور شو بحكي لنا، واستنونا. ان شاء الله مبين علينا ضعفانين انا ومحمد. انت خسرت أمس 11% خلال 3 أشهر. الحمد لله تمام. نسبة الدهون بلشت 51%، هلا 43% والله، يعني خسرت 8% دهون أجان خلال 3 أشهر. هذا تمام، ممتاز. الباونز تبع العضل بك 89، هلا 96، الدهون نزل والعضل حلو. يعني كل شيء تمام. أنت خسرت 13.4% من الربيع. So that's good. الحمد لله مستمرين. هاي طبعا المفاجأة اللي حكينا لكم عنها عند الدكتور. ليش؟ لأنه اليوم عندنا يوم مفتوح، فأبو علي عرف أنه عندي يوم مفتوح، قال لي جيب الشباب وتعال إلك تحدي الخروف بالعسل. شو محضر لنا؟ أنا شايف كوب، شايف حمص، شايف رز، بشكل سريع عشان إحنا متحمسين. الخروف بده إشي تسالي، بدنا نقعد نتسلى ونتسامر مع بعض. اليوم خروف بده مقبلات طبعا. فلا يخلو الامر من شويه حمص، سلطه عربيه، خيار بلبن، كبه. بنسوي كبه، بنسوي السجق، بنسوي شغلات. هاي الكبه كمان اليوم راح نجربها ونعطيكم راينا فيها. بعدين الجو برد وبلش يبرد، فلازم تجربوا الاكل اللي راح ناكله اليوم من عند ابو علي. فنان واكله لذيذ جدا، واللي ما حضر الحلقة السابقة يحضرها، راح يلاقي رابطها في زاوية الشاشة. فشكرا أبو علي، وخلينا نروح نجيب الخروف. يلا يا إخوان خلينا نشوف الخروف كيف بتحضر. إيش أبو علي؟ الله يسعد أبو حميد. تعال شوفه. هلا بدنا نكشف عليه وندخله على التحمير. الخروف محمر من غير تحمير. أوه، خرفاني ذبيحة حلال فريش ما شاء الله. الخروف بيجي مع راسه. هذا خروف مش محشي. حلو، على هوا ما وعدتك، عشانه مع عسل ما حطينا فيه رز، عشان احنا حكينا بدنا نحمره، بدنا اياه مقحمش. يا عين عليك، هيو تطلع ناشف بالضبط. دوق الخروف. في عدة طرق انك تعرف اذا هو الخروف فريش ولا لا. حلو، اول شغلة المش فريش المفرز بيجي مقصوص عظم الصدر كله. اوكي، طلع هذا الخروف، الصدر عندك هون شابك ومسكر. تاني شغله، الطباخ الشاطر بيطبخ الراس راكب على الجسم، وهذا الراس هيو قدامك راكب على الجسم. خلينا نلف نوري الراس راكب على الجسم. شوف كيف الراس. انا حمرت لك اياه خصوصا عشان العسل. تمام، لو انه مش عسل ما بنشفه الاد. وهذا السلد راح ادخله كمان شوي على الفرن، هذا سبيشال يعني اذا عشان العسل. اطلبوه مقحمش زي ما للعسل. يا الخروف اللي راكب اللي مفرز بيجي من غير راس، وبيجي عظم الصدر مفتوح كله. يعني في ناس بيجي بيحط لك راس جنبه وبيحكي لك هذا فريش. هذا فريش، وهذا شيء غلط. انا بحبذ ان الواحد يطلب راسه راكب عليه. صح، بدك تعطيها تحميره. تحميره كمان صغيره بس عشان العسل، لانه تحميره صغيره. عن تجربه وعن تجربه الناس والفيدباك تبع الفيديو الاول، كل حدا اجى عند ابو علي الفضل من الله. والله يا محمد يعني كان في اقبال، كان في ردة فعل من الناس انا ما تصورتها. ان شاء الله بجربوا الخرفان. الله يرضى عليك. تحت ايديك والكبه والشغلات الزاكيه. الله يجبر خاطرك. كنا شو بتسوي كمان غير هاي الامور؟ مصارين، فتت اجرين، روس مشويه، مسلوقه، على هون الانسان ما بيحب. المصارين عده طرق، في عمرقته، في مع لبن، جميع انواعها. الله يسعد مساكم الشباب، شرفتونا. اهلا وسهلا فيكم. يلا ان شاء الله بيعجبكم، وجربوا لي فكره العسل.
احلى ابو علي ملك الافكار حبيبي. طبعا شله الانس يا اخوان، اخوي جلال زي ما انتم شايفين هذا راح ياكل الخروف لحاله، بس جاي نتسلم. محمد طمليه شريكي موجن 2 في الجيم وفي الدايت، وابو علي الزعيم ملك الخرفان والاكل الزاكي، والسيد مروان الضيف الجديد على القناه، فرحبوا بمروان. دائماً هو على فكرة شاطر في إنه يغريكم كيف موقف صراحة. بدنا نحكي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الصوت بالله. أيوة. بسم الله. اتفقنا بعسل يا جماعة الخير مش بحمص. يا سلام عن جد رهيب. شوف يا شباب للأمانة رهيب مع عسل. اعتمدها باي ما اعتمدها صحن ثاني. العسل لنا مزرعة عشان نجيب منها العسل. بسم الله مدبرك بعسل كويس. في كثير شباب يبيعوا عسل. اوه الله ابو علي اشوف اشوف شوي اشوف العسل. احنا قلنا لك دوق. هذا قبل التصوير. انا برايي نديرنا هيك ديره عسل فوق الخروف برضه بصير. هون شوف كيف الوضع. استاذ 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 بسم الله. ما شاء الله. طبعا يا اخوان احنا جايبين عسل طبيعي، جايبين باربيكيو صوص، وجايبين شو اسمه رانش 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 صوص. شوفوا شوفوا يا اخوي شوفوا الجمال. راح اعوضك عن كل اللي خسرته. استنى الله يرضى عليك يا بعلي. احكوا امين. مين بده عسل؟ انا سحس مش احسن مني يا اخوان. حدينا سحس اخوان. هاي الكبه ما شاء الله شوف الجمال. ابو علي استاذ بالخرفان ورشه. طبعا الكبه بتجيبها شويه لبن. ما شاء الله. طبعا بدلنا الادوار بين ابو علي ومروان. مروان كان مختفي صار له ساعه بسف وما شفتوه. لا ما هو انا بصراحه انا ما اكلت شيء يا رب. بصراحه انا بدي استراحه مقاتل. ليش في مع انك قلت لي انك اكيل. لا انا اكيل بس استراحه مقاتل. طيب الخرفان عندك شو انواعها؟ في عندك خروف محشي رز، في عندك خروف محشي ورق دوالي، في عندك خروف محشي خضروات، تمام، في عندك خروف محشي فريكه، وجديد ان شاء الله راح اسوي خروف محشي ورق دوالي ومصارين. الله عليك. يعني مصارين وحقه للخروف يرجعوا ببعض. ابو علي 22 خروف محشي دوالي ومصارين باذن الله. في اطرى من هيك؟ هي العظمه. هي اتحمس اتحمس بدي اصور العرق على صنعتك. استنى شوي. هالشيء صح يعني خلينا نسب. يا الله خذ خفينا دول دول مش عارف كبيره خفينا دول محمد عصمير خلينا بناكل احنا خفينا كم لبثنا. الله يطلع يا اخوان. طلعوا الشباب بشكيله. اخر شيء صمدت انا وابو علي. الله يرضى عليك يا ابو علي حبيبي. ليش تكذب ابو خميس؟ ثاني موجود محمد. ذهب الكثير وبقي القليل. طبعا الشباب بيهضموا على بتحلوا على المخلل مش عارف كيف. يا زلمه مخللات ابو علي لا يعلى عليها. انا مبسوط كثير انه هذا ابن الحلال قام في الواجب وكان زلمه محترم. الحمد لله الكل انبسط منه وهو اكيد مبسوط منه ما خليناش ولا عظمه فيه. الحمد لله. يعني كل يعني التحدي تم بنجاح. لا الحمد لله. يعني بنرفع الراس. انو سود ما شاء الله عليك. طيب طلبت امبولانس ولا لسه؟ لا بس الموت على السريع. يا اخوان استنونا كمان عندنا كمان تحلاي مرتبه مع كنافه شيء من الاخر بعد الخروف. تخيل كنافه والله انه جبارينا بدها جبن.
اكيد. طبعا ما تفكروش انا عايشين بامريكا، احنا عايشين بالاردن بس فرع شيكاغو. فرع شيكاغو. بعد الخروف شو بدها؟ حلو. حلو. واحد نحكي. نافه نبلسيه، جبنه ناعمه وخشنه. بالاضافه للبوظه الميستيكا. اوه، فعلى اساس نعمل التجربه التركيه اللي هي الكنافه مع البوظه. نوريهم المصمم. نزينا واحده. اوه على راسي احلى واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع 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 طلع. يا سلام. عيب. يا سلام. عليم. مش من ضمن الملف التعريفي ها؟ احذروا يا اخوان كم سعرة كنا اليوم. كنا خروف وكنافة مع بوظة. وهينا كمان نشرب قهوة عشان نهضم. لا تنسوا تشكروا ابو علي في التعليقات، حطوا لنا لايك على الفيديو وتعملوا له شير لاصحابكم واحبابكم. السلام عليكم.